السلامة. في إطار برنامج حملة السلامة الطرقية، تنظم جمعية أيوما للتربية والتنشير حملة تحسيسية بمدينة الحصيمة تستهدف احترام قانون المرور بممر الرجلين تحت الشعار الطريق حق مشترك فلنعبره بأمان. في إطار برنامج حملة السلامة الطرقية ممر الراجلين للراجلين، حملة السلامة الطرقية ممر الراجلين للراجلين. المجهودات الجبارة التي تقوم بها جمعية أيوما المتواجدة والنشطة بإقليم الحسيمة، وفي إطار الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وتزامنا مع مجموعة من الحوادث التي تقع بالنقطة السوداء المسجلة بحي الدولي بأجدير، ندعو ونلتمس من المسؤولين في قطاع التجهيز على القيام بمبادرة وتتمثل في إحداث ممر خاص للراجلين، وكذلك ما يسمى بمعيقات السير أو ما شابه ذلك. نلتمس منكم اتخاذ الإجراءات الكاملة في هذا الصدد. أيها المواطن، احترام قانون المرور واجب على الجميع. سائقين الانتباه في ممر الرجلين، أخي السائق لا تسرع في ممر الرجلين. احترم السلامة الطرقية. في إطار حملة السلامة الطرقية المرجو على السائقين احترام إشارات المرور، الطريق خطر فلننتبه، المرجو على السائقين احترام إشارات المرور. الطرقية تسير اليوم إلى مدينة إمزور تحت شعار كلنا راجلون، على الجميع احترام قوانين السير تحت شعار شعار هذه السنة هو كلنا راجلون، قافلة السلامة الطرقية، جمعية أيوما للتربية والتنشيط، وجمعية أسف لشباب حراسة المدينة بالحسيمة، وجمعية أسود أليف في إطار السلامة الطرقية. Ça pas. Ça y est. Yeah.
الرصيف للراجلين وليس للجالسين. أعزائي الأطفال الصغار انتبهوا أثناء المرور في الطريق. لا تهور في الطريق. انتبهوا أيها السائقون، الطريق حق مشترك. جمعية أيوما للتربية والتنشيط بالحصيمة تتمنى لكم مرورا مريحا في طريقكم.